يعني 170 خرقا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية في الحديدة، وحدات من القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في مدينة حيس اشتبكت مع ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب شرق المدينة موقعة قتلى وجرحى في صفوفها وإجبار من تبقى على الفرار. ونحن هنا نكبد العدو خسائر فادحة في المعدات والأرواح، ومهما حاولوا أن يتسللوا أو يتقدموا إلينا فلن يستطيعوا أن يتقدموا إلينا خطوة واحدة. كما أصيب عدد من عناصر ميليشيات الإرهاب الحوثي في محاولة تسلل فاشلة باتجاه مواقع القوات المشتركة شرق التحيتة جنوبي الحديدة، بينما لاذ بقية العناصر بالفرار. عدة خروق وعدة تسللات، لكن بعون الله دحرناهم وتم دحرهم وتكبيدهم. الخسائر الكثيرة من أرواحهم والجرحى والقتلى منهم. خروقات ميليشيا الحوثي الإرهابية تطال الأعيان المدنية، القرى السكنية، مزارع المواطنين، وشملت عمليات قصف بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والتحليق بطائرات مسيرة إيرانية الصنع في سماء المناطق المستهدفة، بينما لا تحرك البعثة الأممية ساكنا إزاء جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثي في تهامة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.